سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ ماكشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم مني حرشات. كيجيو البنات رائعين، كيجيو مفتيين، وكيجيو محمرين، كيجيو البنات صحيين. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي ناخذ الاناء، غادي نضيفوا 4 ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه، وغادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الدقيق الفورص، وغادي نضيفوا معلقه كبيره ديال العسل، غادي نضيفوا شويه ديال النكهه ديال زهر البرتقال، غادي نضيفوا شويه ديال الملحه، وغادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت البلديه. صافي البنات، هادو هما القوام ديال الحرشه. صافي هنا البنات غادي ندخل السميده مع الزيت البلديه تتبسبس ليا مزيان. من بعد غادي نضيفوا الراس المعلقه ديال الخميره فوريه، من بعد غادي نضيفوا ساشي ديال الخميره الوزن 7 غرام، وهنايا غادي ندخل الخميره مع السميده الرقيقه مع الزيت النباتيه، عاد غادي نضيفوا لي السوائل. من بعد غادي نضيفوا كاس ديال الحليب وكاس ونص ديال الماء. هنا البنات ما غاديش نحتاجو نعجنو، غير غادي نعجنو، غادي نجمعوا العجينه ديال الحرشه باطراف الاصابع. هنا البنات غادي نغطيو دابا الحرشه ديال التنه تشرب لينا من السوائل، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات غادي ناخذوا هذا البلاطو، غادي نضيفوا له شويه ديال السميده، هنا البنات خديت هذا الاطار، غادي ناخذ واحد الكميه ديال السميده، غادي نفندوها في السميده الرقيقه، من بعد غادي نديرها في داك الاطار تنشكلوا ديك الدائريه، تنكملوا الكميه ديال الميني حرشه ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي كملنا الكميه ديال الميني حرشه ديالتنا، غادي ناخذ دابا المقله، وغادي نضيفوا ليه شويه ديال الزيت النباتيه. هنا البنات راه مازال ما شعلنا البوطه. هنا البنات من بعد ملي خلينا الزيت شويه تسخنات لينا، صافي هنا البنات غادي نضيفوا دابا ميني حرشات. هنا البنات غادي نخليوها تتحمر لينا، وغادي نقلبوها في الجهه الثانيه، وكيجيو البنات رائعين هاد الحرشات، وكيجيو هشاشين. هنا البنات من بعد ملي شفنا الحرشه ديالتنا تحمرات لينا، غادي نقلبوها في الجهه الثانيه، وكيجيو البنات محمرين، كيجيو رائعين. صافي البنات هنايا غادي نستمر دابا في ميني حرشات ديالي حتى يتحمروا ليا، تنكمل الكميه اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي.
من البنات غادي نضيفوا شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال العسل. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الميني حرشه ديالنا. كيجيو البنات محمرين وكيجيو هشاشين وكيجيو رائعين رائعين بزاف. ورفقناهم بواحد الكويز ديال اتيم الشحار وكنتمنى تجربوه مع افراد الاسره ديالكم. كنشكركم سواء البنات سواء داي كيف قناتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر تهلاو لي فريسكم. يلا بالسلامه عليكم.